عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. جايين بقى في نص الليل عايزين ياكلوا همبرجر وعايزين يجيبوا عيش من بره. العيش الكايزر الواحد بقى ب 3 جنيه، أقسم بالله مش عارفة ليه يا جماعة. طب أنا عملت كيلو دقيق يا دوب، قعدت قلت لهم بقى تذنبوا ساعة، قالوا لي ماشي. قعدوا ساعة وبعد كده عملنا العيش. بصوا العيش عامل إزاي، تحفة معايا. يعني ليه الرغيف بقى ب 3 جنيه؟ نفسي أعرف يعني اجيب قد ايه بقى، اجيب لهم ب 100 جنيه عيش ولا قد ايه برضه بالظبط؟ يعني هو بكيلو دقيق، بص عمل لي كتير جدا، عمل لي كميه كبيره والله العظيم. بكيلو دقيق واحد وعمل لي كميه قد ايه، يعني بسم الله ما شاء الله عمل لي كميه كبيره. والعيش كايزر طلع جميل وتحفه. وطبعا بقى طلعت الهمبرجر من الفريزر، انتوا عارفين انا بجففها، وطلعت لهم برضه كفته كده فراخ وحبه شيبس كده، اشترينا لك الشيبس كده وظبطت لهم بقى ايه الاطباق بقى. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. عملت الهمبرجر، بص والله العظيم عيش جميل جدا، احلى من اللي بره كمان يا جماعه. ليه اشتري انا الرغيف ب 3 جنيه ليه؟ مع حبه كاتشب كده، ده كيلو دقيق. حطيت عليه معلقه من الخميره، معلقه صغيره من السكر، معلقتين كده خميره ومعلقه صغيره من السكر، ورشه من الملح وبضايه. خدت الصفار شلته والبياض حطيته، وحطيت يجي 3 معالق كبار كده من السمنه او الزبده، ونحط ايه كوبايتين ميه عليها، واروح اعجنها في العجان او بايدي، دي او دي اسهل واسهل كمان. عجينه كده عجنه حلوه اهي، وادي الصفار ركنته، خدت البيض بس بيضه واحده، وممكن ما تحطهاش، هي بتدي طروه، بتدي للعجينه طروه كده وتبقى هشه معاك العجينه. اي العجينه معايا خمرت، سبتها بس والله العظيم اقل من نص ساعه. بصوا خمرت فارت مني والله. تعالوا بقى نقطعها مع بعض. بصوا هي لازم تبقى ملزقه كده، بتاعه العيش لازم تبقى ملزقه كده. بصوا طبعا بعوز ايه ايدي من الزيت، واروح ايه اقطع على طول، اعوز ايدي من الزيت واقطع على طول. سهله خالص وبسيطه اهي كده. بصوا اقطع، عاوز ايدي من الزيت واقطع اهي، مفيش اي صعوبه خالص لغايه كده. وطبعا كانت الحاجه عندي في الفريزر، طلعت على طول ما خدتش اي وقت اهو. بصوا بتني بقى اعملها كده زي السره كده، ما بفردهاش يعني بزي القرص بنفردها، لا انا سايباها زي ما هي كده. وجبت الصفار البيض، حطيت عليه معلقتين من اللبن، وحطيت ربع معلقه من المسكافيه او القهوه عشان الزفاره. ودهني بقى العيش بتاعك، وممكن ما تدهنيش، دي بخه من الميه ودخليه على طول من الفرن اهو. طبعا لسه ما سبتوش يخمر، هتشوفوا بعد الخمر يبقى عامل ازاي. حطي بقى سمسم، حبه البركه زي ما انت عايزه حطي. في ناس بيحبوش حبه البركه، بيستكفوا بالسمسم بس، انت ممكن تحطي اللي انت عايزاه حطيه. حطيت حبه سمسم كده وحبه البركه يا سيدي يا سيدي. وطبعا هسيبه بقى ايه نص ساعه يخمر، وهوريكم وندخله مع بعض الفرن اهي. بصوا لسه بقى بعمل كمان لسه اهو بقيته كده طبعا ما بفرداش، انا بسيبها كده زي ما هي صره اهي. وممكن تلفيها زي الرول كده وبعد كده تعمليها صره اهي. يعني بصوا اهي، واعملها تاني صره وخلص على كده، عشان تبقى من جوه ايه مظبوطه معانا الايه الكايزر. دخلته الفرن، وبعد ما طلع رديته بخه من الميه، طالع بصوا هايش جدا وجميل جميل جميل. بصوا الكميه دي يا جماعه، ده كله بكيلو دقيق بس، بكيلو دقيق عمل لي الكميه دي كلها اهو. تعالوا بقى نحمر الهمبرجر ونفتح الشندوتشات بتاعنا ونعمل احلى شندوتشات همبرجر. اهي الهمبرجر اهي حمرتها، طبعا محمرتها في القلايه اسهل اهي، ما بتاخدش بقى ولا طرطش ولا اي حاجه، تتبخى من الزيت ورحت حمرتها على طول اهي. وادي العيش بتاعي فتحته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. طبعا بقى جبت الخيار كده وقوطه وبصل والكاوتشه، قطعتها كده برضو، وتحطي في سندوتشاتك. حطيت كده الايه صوابع الاول الايه الكفته اهو، حطي بقى من الكاوتشه، وعليها قطايه كده وعليها بصلايه وعليها خيار كده اهو. عايزه بقى تحطي مايونيز، حطي، انا عيلي ما بيحبوش المايونيز وما بيحبوش الا الكاتشب، بيعشقوا الكاتشب. حطي الهمبرجر اهي،
كده وحط في طبقك. يا سيدي يا سيدي على الجميل. كلفنا حاجة يا جماعة؟ مكلفناش اي حاجة. بكيلو دقيق ب17 جنيه، مش هتشتري بنفس الكمية اللي كان بيقول للواحد ب3 جنيه. انا اتصدمت والله يا جماعة، انا اتصدمت. وطبعا بقى نعمل كده الاطباق اهي بتاعتنا بألف هنا وشفا. حطي بقى ايه حبة كده من الكرومبو وبصل، الكاوتشا مش كرومبو معلش احنا اسفين يا صلاح. نحط بقى ايه خيار بس كده يا رشا، كفايه كده يا جماعه. احط الهمبرجر بقى اهو، عندي الجبنه حطي، انا ما عنديش جبنه شيدر اللي بتتحط دي تسيح مع الهمبرجر، استكفيت بالهمبرجر وخلاص. اما طمع هنطمع وحاطط لهم بقى حبه شيبس كده في الاطباق وكل واحد طبق كده، والله طلعت جميله جدا. اي حاجه سريعه عملناها في نص الليل، ما كلفتناش اي حاجه والله يا جماعه. اهو عملنا احلى شندوتشات همبرجر اهو بكيلو دقيق، وكل واحد طبق كده معتبر، وفاض كمان عيش والله والله فاض عيش يا جماعه. قلت شيبس 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 اتلخبطت شفتوا ظبطش. طبعا بقى خلصنا الاطباق بتاعتنا كده كلها اهي بألف هنا وشفا. قلتي كاتشب بقى، طبعا في ناس بيحبوا الكاتشب وفي عيال ما بيحبوش الكاتشب، انا وعيالي بنعشق الكاتشب. انا عندي والدتي ما بتحبش الكاتشب خالص. حطي بقى ايه من الكفته بتاعتك القمر دي اهي، الكفته دي جميله قوي انا عاملاها معاكم. وطبعا بقى عايزين نعمل تجهيزات بقى عشان الحاجات خلصت عندنا في الفريزر ونضيع فلوسك يا صلاح. كده خلصنا يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جماعه اهو. ايه رايكم، ايه رايكم في الشندوتشات بتاعتي يا جماعه؟ اتفضلوا معانا. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.